مساء الخير او صباح الخير على حسب ما تشاهدون الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. سنه قناة سلطانة ماهر ورحب بكم وكنعطيكم التحيات من هنا. شكرا كنشكركم على كاع لي كومونتير اللي كتخليو لها. شكرا لكم للي يخطيكم. شكرا على الناس الصادقه اللي كتكون كتشاهد بصدق اللي عندها ضمير طبعا اللي كتدخل بمشاهدة صديقة اللي يخطيكم. وشكرا بزاف بزاف حنا بكم ومعاكم. القناة كتكبر ان شاء الله وحنا معاكم وانتم معنا كنستافدوا منكم وكتستافدوا منا وهالشي علاش حنايا مجموعين هنا في اليوتيوب. بالنسبة لهذه الحلوة ان شاء الله كما كتشوفوا فهي كتجي رائعة وفي المقادير ديالها سهلة وبسيطة. كنحتاجو زلافة السكر سنيدة، زلافة ديال الزيت، كاس العنبة ديال الزبيب، عندي نحتاج لكاس العنبة ديال الزنجلان محمر، وعندي هنايا واحد شوية الفاني ديال بودر يمكنكم تعوضوه بجوج ساشي فاني. كنحتاجو ثلاثة ديال الخمارات. غادي نحتاج 300 غرام ديال الزريعة الخضراء ديال القرعة الحمراء، وهذه اللي غادي هذه الزريعه ديال القرعه الحمراء فانا غادي نكون يعني كتكونوا كتحمروها في الفران هكا. غادي نحتاج 6 ديال البيضات، وغادي نحتاج لواحد فلون كراميل، وغادي نحتاج 700 غرام ديال الزريعه هكا. هذه الزريعه الكحله اللي كنقولوا لها حنا الزريعه الكحله، فهي حتى هي كتشدوها هكا 700 غرام كتحمروها حتى هي في الفران صافي. هذا هو المقادير اللي غادي نحتاجو. فهما بساط ولكن كتجي رائعه، كتجي معلكه وكتجي غزاله غزاله فريمون، كتجي شي حاجه اللي رائعه. هنا غادي نديرو ديك 6 ديال البيضات، غادي نبداو بهم هما الوالا. هنا درت 6 ديال البيضات، غادي نطربوهم هما الوالا. اما اللي عندكم هكا الفوي ولا الباتر ديال الضو، المهم اللي كان هو هذاك كيقضي الغرض صافي. هنايا كتطربوا شويه داك البيض، كتزيدوا عليه السنيده كما قلت لكم زلافه ديال السنيده. هنا في الحلوه ديما استعملوا السكر السنيده اللي يكون الحب ديالو يكون رقيق ماشي غليظ. غادي نحتاج غادي ندير هنايا هذاك الفاني، بعدها غادي نزيد داك الساشي ديال الفلون وغادي نخلط مزيان مزيان. موراها غادي نزيد ديك الزلافه ديال الزيت، خلط مزيان مزيان، ومن بعد غادي نزيد هذوك الخمارات صافي. هنا غادي نخلط الكل، وغادي نزيد هذاك الزبيب اللي قطعته بالهاشوار، كتقطعوه يعني رقيق. كنخلط كل شيء مزيان، ومن بعد غادي نزيد هذاك هذا ديك السريعه ديال القرعه الحمراء اللي كنكون حمرتها من قبل في الفران وطحنتها مزيان حتى كتنيل، وطحنت حتى الزريعه ديال هذه الزريعه الكحله حتى هي بعد ما يعني كما قلت لكم كتحمر حتى هي كطحنوها حتى هي مزيان. كتزيدوا حتى داك الزنجلان حتى هو كديروه صافي، وكتخلطوا داكشي كامل. هنا بعد ما كتخلطوها كتولي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها اللي خصو يكون. من بعد المهم انا درت على جوج اشكال، ديروا نتوما اللي يعني اللي يعجبكم.
انا قسمت الخليط على جوج نصو، فانا درتو في مرمتو كتدوزوه في بياض البيض وكتدوزوه على ديك يعني هذوك الزريعه اللي درنا من قبل. هنا كومان غابيل بانه هي الزريعه راها مصوبه بالزريعه النيس من البودور ديال كيف قلنا ديال عباد الشمس. ونصها الاخر درتو درت دهنت يدي بما زهر ودرتو في سكر غلاسي سبيسيال. فهنا يعني درت لكم جوج اشكال وكلها كيدير اللي بغا. المهم انتم كتشوفوها كيفاش كتجيب مرمده في الزريعه وكيفاش مرمده في السكر، فهما بجوج كيعطيو الديكور زوين. يعني اللي درتوه كيجي زوين، ان اهم انها كتجي معلكه وكتجي واحد المذاق فيها راه خطير، كتجي رائعه وفي نفس الوقت كتجي صحيه. يعني بالنسبه هكا الفطور يعني حتى كتجي زوينه الفطور العشيه لجاكم شي حد هكا كتجي رائعه. ومن هنا نسينا نبدلو يعني نبدلو شويه على الغريبات اللي هما معتادين. ما قلت لكمش بان بالنسبه للطياب كطيبوها عادي بحال بحال الغريبات العاديين، يعني كتسخنوا الفران كتدخلوها لتحت العافيه كتكون في الاول من فوق وجهها حتى وكان كتشقق، من بعد كتعاودوا تطلعوها الفوق كتطفيوا العافيه الفوق وكتعاودوا تشعلوا لتحت كطيب على عافيه يعني متوسطه. ما تسهوش عليها باش يعني هي راه دغيا كطيب كما كتشوفوا، راه ما فيها لا طحين لا حتى حاجه، يعني راه دغيا كطيب. بقاو يعني واقفين حداها ما تسهاوش عليها. صافي هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، فهي كتجي رائعه. كانت هذه الوصفه ديالتنا اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا، فاحنا زيناها بجوج شكيلات كما كتشوفوا من خليط واحد زيناها على جوج شكل، ديروا نتوما اللي بغيتوا. كل واحد كيختار يعني على حسب الزين اللي كتبغيوه. شكرا بزاف لبنتنا عائشه لفيريتي شانيل، شكرا لكاع الناس اللي كتدخل بصدق، شكرا لكاع الناس اللي كتعرف بحق المشاهدة الصادقة. لهلا يخطيكم، شكرا بزاف بزاف.